مساء الخير لكم ومساء الخير لك دكتورة إيفانا. حلقة دوز ابتدت لليوم وصار معنا أول ضيوف حلقتنا الدكتور جهاد داغستاني استشاري جراحة مفاصل من جامعة يو كي إم لنحكي أكثر عن تبديل المفاصل بين الأسباب والنتائج. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا. مساء النور. مساء. دكتور بداية خلينا نعرف من حضرتك شو بنقصد بالتهاب المفاصل؟ التهاب مفاصل في أنواع اللي هو التهاب مفاصل تنكسي، التهاب مفاصل قيحي، التهاب مفاصل رسوي. طبعا تبديل المفاصل هي المرحله الاخيره من علاج التهاب المفاصل، يعني احنا تبديل المفصل بنرجع له وقت تكون في تنكس درجه رابعه. تمام. تنكس شديد مقعد للحياه ما بيتحمل حل على العلاج المحافظ، مضطر نعمل تبديل المفاصل. المفصل بمدله هو بين نفس وظيفه المفصل الطبيعي بيحقق ثباتيه ومدى حركه ومن وظيفه المفصل اللي بنسويه. تمام، حضرتك ذكرت دكتور انه هي الحاله الاخيره اللي نحن بنلجأ فيها لتبديل المفاصل، شو السبب اللي بيوصلنا لهي الحاله لنحن نضطر انه نبدل مفصل؟ طبعا في اسباب كثير بتؤدي لتنكس مفاصل، في حالات قويه بنضطر نعمل تبديل مفصل اسعافي مثل كسور عنق الفخذ، فبنضطر نعمل تبديل مفصل اسعافي. تمام. قويه بنضطر نعمل تبديل مفصل لمفصل الركبه بتنكس شديد درجات الرابعه، وتكون تنكس مقعد للحياه بياثر على سيستم الحياه، يعني علاج المحافظ ما اعطى نتيجه. بنضطر نعمل تبديل مفاصل. طبعا المفاصل في انواع كثير للمفاصل، في طبعا في مفصل قوي مفصل اسمه مؤقت مثل سبيسر بحالات الالتهاب مفاصل القيحي، بحط مفصل مؤقت بعد 6 شهور بنركب مفصل ثاني. طبعا في مفاصل مثلا جزئي مثل مفصل البيبولر بعنق الفخذ، حتى مفصل الركبه اذا كان بالقسم الانسي من المفصل الركبه متاذي درجه رابعه وعمره صغير نعمله تبديل مفصل جزئي. طبعا في انواع مع تطور الطب في مفاصل كثيره، حتى نحن بنبدل مفصل سلام اسنان، يعني اي مفصل بجسم الانسان فينا نعمله تبديل اذا كان يعني استطباب موجود انه نبدل المفصل هذا. طيب دكتور هدول المفاصل اللي ذكرتها او الانواع، يا ترى شو العمر الافتراضي لهم؟ هلا بيختلف نوع المفصل حسب نوع المعدن حسب عمر المريض. تمام. في مفاصل شبابيه، مفصل شبابي لا اسمنتي عمره مدى حركه اكبر عمره اطول، وفي مفاصل اسمنتيه. طبعا بيختلف كمان نوع يعني نوع المفصل، مثل مفصل الورك بيختلف عن مفصل الركبه عن مفصل الكتف، مثل مفصل عنق القدم اللي هو العمر الافتراضي تبعه صغير بحدود 7-8 سنين، مفصل الركبه مفصل الورك اذا كان عم يشتغل على النافيجيشن توصل لعمر 21 سنه. طبعا كمان بيختلف حسب المريض نفسه، اذا كان مريض اكتف او مريض مثلا عنده التهاب مفاصل رسوي بيكون عظمه ضعيف، نوع المفصل بيختلف حسب المريض تماما. فنحن الجراح المختص بجراحة المفاصل لازم نقي المفصل بيناسب المريض نفسه حسب الحالة تبعته. تمام. بحسب شخص. حسب الحالة اللي بدوله. والأمر افتراضي طبعا الطب تطور، نوعية المفصل اختلفت. هلا أغلب المفاصل مصنوعة من معادن تيتانيوم مخلطات هيدروكسي أباتايت، وفي طبقة من البولي إيتيلين، وفي أوية مفاصل سيراميك يعني. وتطور الطب هلا نوع المعادن عم يتطور كل ماله. فهمت عليك. طب دكتور في حال نحن عملنا تبديل مفصل وكان عندنا مشكله حليناها انه نحن بدلنا مفصل، صار في عندنا اعراض، ايمت نحن بنقول هي الاعراض هي ما لها طبيعيه نحن لازم نراجع الطبيب لحتى نشوف شو المشكله؟ هلا طبعا نحن المفصل الصناعي بيعطي مدى حركه بس ما حيكون حركه كامله مثل المفصل الطبيعي. المفصل الطبيعي طبعا اوقات بيكون في ليمبينج بسيط، عرج خفيف بيكون اذا كان في عندنا تفاوت بالطول. طبعا ايمتى بنصير لازم نراجع الطبيب اذا كان في عندنا الم طبعا لازم في عندنا الم، مدى الحركه في انعقال او مدى حركه مو جيد. نحن اخطر شيء بصراحه بالمفاصل بجراحه المفاصل من الخطر الكبير من نتعرض له هو الخطر الانتان البدئي والانتان الثانوي. فاي مريض مركب مفصل بنصحه انه صار عنده اي التهابات، التهاب مجاعي بوليه مثلا لا سمح الله او اي شيء، يعالجه بسرعه لانه نحن بنخاف يصير الانتان ثانوي ويلتهب المفصل ينتقل للمفصل. تماما. طيب دكتور في حال تم اهمال النكس هذا شو هي المضاعفات اللي ممكن تصير؟ هلا المضاعفات اذا بصير يتخلخل المفصل، يعني تخلخل المفصل بصير المفصل يتخلخل، اذا كان التخلخل بيكون اذا كان ما في عندنا انتان، اذا الانتان بتخلخل المفصل وبيفقد وظيفته، فبنضطر نعمل ريفيجن نعيد فك المفصل ونحط مفصل ريفيجن. تمام. حضرتك دكتور ذكرت انه كل شخص له مفصل معين ونحن في عندنا كذا نوع من المفاصل، نحن في حال ركبنا مفصل بديل يعني عن المفصل الطبيعي، نحن كيف فينا نطول عمره اكثر من العمر المتوقع؟ يعني شو لازم نحن نعمله بحيث انه نحن نحافظ على صحته؟ طبعا نحن بنعرف انه المفصل بيعتمد ثباتيته على قوه العضلات اللي بتحيط بالمفصل نفسه وقوه العظم،
فنحن لازم من اول لازم يكون وارد الغذائي يحتوي كالسيوم وفيتامين د، اذا كان المريض عنده مشكله غده او مشاكل ثانيه لازم من اول العظم اللي حوالين المفصل. الشغله الثانيه كثير ضروريه هي موضوع العضلات والاربطه اللي حوالين المفصل، فالاربطه والعضلات كثير ضروري. يعني احنا في برنامج علاج فيزيائي او رياضه لطيفه، طبعا المريض اللي بنركب له مفصل مثل مفصل الركبه بيرجع لحياته شبه طبيعيه، بس ما في يعمل جهد زايد على المفصل. يعني اذا كان مثلا رياضي هو ما فيه يرجع لرياضاته او شيء. هلا اغلب تبديل مفاصل باعمار كبيره بصراحه بنلجا باعمار صغيره، في مفاصل خاصه بنسميها مفاصل يوني، يعني احنا اذا كان في عندنا طبقه صغيره يعني مثل تلبيس المفصل بنسميه، القسم المتضرر بس بالمفصل من غيره، فبنحاول نحافظ على المفصل السليم اطول فتره ممكنه. فهمت عليك. فاول لازم اول عظم حوالين المفصل، والاول عضلات، فالوارد الغذائي لازم يكون ضروري كثير، والغذاء الصحي اكيد. طيب دكتور بالمناسبه ونحن شو الجديد، انه حكينا كثير عن الموضوع، شو الجديد بعلم او حتى بتقنيات زراعه المفاصل او تركيبها؟ صار لنا 30 سنه بشتغل تبديل المفاصل، المفصل من 30 سنه النوعيه تبعه مختلف عن النوعيه الجديده. تمام. هلا بنشتغل على طريقه النافيجيشن بسموها، لان احنا بناخذ صوره ثلاثي الابعاد لمفصل المريض ونبعثه على الشركه المصنعه للمفصل، فبيبعث لنا هو الادوات القطع والمفصل بيناسب مع المريض. فهذا الامر الافتراضي للمريض اللي عم نركب له المفصل بسموه على الكمبيوتر او النافيجيشن عمره اطول، لانه احنا عم نركب مفصل للمريض نفسه. مثل وحالات كثيره من الاوقات بنضطر نعمل تبديل مفصل للمريض مثل المفاصل الورميه. فنحن المفصل الورمي لازم يكون في عندنا ضياع مادي بالعظم او في عندنا اورام، فبنضطر ناخذ قسم كبير من العظم والعضلات والاربطه، فبنفصل المريض مفصل خاص فيه. فهذا التطور. هلا نوعيه المعدن اختلفت كمان، نوعيه المعدن جسم صار يتقبلها اكثر من اول. طريقه تلبيس المعدن او نغطي المعدن بهيدروكسي اباتات، في حاله اذا كان عندنا ترق عظام شديد بنضطر نحط اسمنت طبي حوالين المفصل. تمام. يعني اسمنت عشان يعطينا ثباتيه. تمام. هو صراحه كل يوم عم يطلع شيء جديد، يعني دائما في تطور، دائما وهذا الشيء الحلو بالعلم. طبعا في تطور. هو الفكره بدي اقول لك اياها انه جراحه المفاصل بتعتمد انه لازم يكون جراح عنده خبره جيده فيها، لازم يكون عنده ادوات جيده، ولازم المشفى تكون مجهزه تجهيزات جيده. يعني فهذا مثل سيستم اللي يكون، يعني اذا كان هذول تكون عمر افتراضي للمفصل طويل. هو كله كعمل كتيم واحد يعني. وبرجع بقول نحن خيار تبديل المفصل هو الخيار الاخير. نحن وقت ننفذ كل فرص لعلاج المحافظ، يعني نحن ما مريض مثلا تنكس درجه ثالثه او بدايه رابعه نبدله المفصل، احنا كل ما حافظنا على المفصل الطبيعي بفضل نخليه. احنا ايمتى وقت تكون في عندنا الم شديد مقعد للحياه لقينا انه فبنضطر نعمل تبديل المفصل. تمام. شكرا كثير لوجودك معنا وكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها دكتور. خلاص شكرا لكم.